السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، عدنا لكم من جديد. مرحبا بالجميع. اليوم غنهضر عليكم على واحد البارتمان اللي هي كاينة في تورينو وفي الكوموني ديال تورينو، اللي بزاف ديال الناس اتصلوا بيا. شوف يا خويا توفيق، هذه عجبتني باغي ناخذها. علاش؟ لأنها دايرة 4000 أورو و50. غادي نقول لكم على المشاكل اللي كاينة في هذا البارتمان هذه باش تعرفوا اشنو باغي ناخذوا، لأن يقدر مثلا شي واحد فيكم غادي تصيد. كاع الناس اللي اتصلوا بيا شرحت ليهم وريتهم المشاكل اللي فيها، وكلهم تراجعوا للوراء، كلهم تراجعوا للوراء. علاش؟ لانك غادي تشري دار ما تقدرش تاخذ سوارتها وما تقدرش تسكن فيها، وصغيره لانها مكريه. غنوريك كلشي بعيني، وغنوريك حتى البارطمان اين هي فيهم، لانك انت غادي تبان لك الاشهار، وغتلقى الاشهار بزاف ديال لاجونس دايرينهم، وغتعجبك وغتمشي وغتبغي تشري، ولكن راك غادي تشري مشكله. كاين بعض المرات نقدر نزعم على شي بارطما واخا هي مكريه، ممكن نزعم عليها، ولكن الا كان شي حاجه انا فايت داخل ليا، دخلت على بارطمات لانهم هما مكريين وما بغيتهاش انا نسكن فيها، انا باغيها نكريها. اولا غنولي نشد انا هذاك الكره، ثانيا غادي نصبر حتى تكمل الكونترا عاد نقدر نخرجهم، ثالثا تيكون الثمن ديالها نازل. ولكن الا كنت غنشري بارطمان وما نقدرش نتحكم فيها كيف بغيت انا، والكوندومينيوم مثلا ديالها قديم وفيها اصلاحات وفيها هادي وفيها هادي وفيها مشاكل، من الاحسن نفضل انا نهرب منها. فهمتيني اش بغيت نوصل لكم؟ انا فايت قلت لكم دخلت على بارطمان وفيها كونترا ديال الكرا كانت باقا فيها عام ونص، وما كانش مشكل، كنت غنتوكل على الله، لان الثمن ديالها نازل بزاف، ومن بعد عام ونص كنت غادي نكريها بوست ليكتو، يعني غندخل فيها اكثر. تفهمنا؟ لان جات في منطقه مزيانه، وبان الثمن نزلوه ليه فيها غادي نحط هذوك الفلوس وغادي ننساهم. ولكن هذه اللي غنوريك انا دابا فيها مشاكل، يعني رد بالك من هذا المشكل اللي فيها، انا غنوريها لك والراي ديالك. المهم هذه هي البارتمان. هاي البارتمان اول شيء غنوريك البلان ديالها باش تفهم اشنو كاين في البلان. ها فيها كانتينا، هذا هو البلان ديالها حاليا، هذا هو البلان. بانيو، انغولو دي كوتورا يعني الكوزينا، والصالون هنا، وكاميرا داليكتو. فين كاينين هاد الشريطات هادو؟ هنا خاصو يكون حيط، ما كاينش، وهذا حيط امبورطانتي محيدينو ودايرين غير هاد الحيط هذا صغيور باش كبروا الصالون بالكوزينا وخلاو كاميرا داليكتو. يعني هنا خاصك دير واحد ساناتوري على هاد المشكل اللي فيها، هذا هو اولا. وهادشي كامل حاطين لك هما واحد البريفينتيفو ديال واحد 10000 اورو باش تصاوبها، هادي الاولى. الثانيه انك انت غادي تشري، اشو شنو غادي تشري؟ ها انت شوف، ها انت باش تشوف بعينيك. ها نتمنى يكون كيبان لكم هادشي. شوف الكونترا دارت في 31 شهر 10 2018، وغادي تسالي في 31 شهر 10 2026. دوفاي 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 دوفاي، هاهي 31 شهر 10 2026 عاد غتسالي الكونترا فيها 3600 اورو في العام، يعني تقريبا واحد 300 اورو في الشهر ديال الكرا. انت لا شريتي هاد البارطمان هادي ب 4050 اورو، نوريك الثمن ديالها باش تتاكد. هاهي اوفيرتا مينيما 4050 يورو. الا شريتيها بهاد الثمن هذا انت غتولي تشد الكرا الا خلصك هذاك، الا ما خلصكش ديك الساعه تقدر تخرجو. هذه هي البارطمان، المنطقه اللي فيها راجات بروبيو في تشينترو في تورينو. تورينو تورينو ها العنوان كلشي مكتوب، البالكوني اشنو فيها؟ راه دوي باتسي، ها ما فيها حتى حاجه. تصاور ديالها من الداخل، هذا هو العماره، الدروج اللي كيطلعوا الفوق ما كاين لا تشينسوري لا والو. هذه هي الدخله، جليج كله مقلع، صباغك تقشر، ولكن راه غتاخذها ب 4000 وما تقدرش تسكن فيها. يعني ردوا بالكم من هذا البارطمان هذه، بزاف ديال الناس غتبان ليه بانها هوته، ولكن راه ما تقدرش تسكن فيها،
تقدر تشد الكره. الا ما خلصوكش عاد دير محامي واحد 500 ولا 1000 اورو وغادي يخرج لك هذوك الناس. فهمتوني اش بغيت نوصل لكم الاخوان؟ نتمنى الرساله تكون وصلت والمعلومه تكون وصلتكم. وحضيو من هاد البارطمات هادو راه تيكونوا بزاف مديورين ليهم كونتراتو دافيتو، كاينين بزاف فيهم كونتراتو دافيتو، كاين تكون فيهم 4 بي 4 4 سنين زائد 4 سنين عاد تقدر انت تسكن فيها، وعاد خاصك محامي باش تخرجهم. يعني ردوا بالكم، راه بزاف ديال الناس رسلوها ليا على ود هذاك الثمن اللي فيها، وحاليا راه ساكن فيها الناس وعندهم كونطرا وما تقدرش تخرجهم. اوكي، تحياتي اخوان، بارطاجيو دائما كي تعمل الفائده. اللي بغى يشري دارو من لاسطا، الا ما كنتيش متاكد من داكشي اللي غادي تاخذ، حاول ترجع اندياترو، لان لاسطا فيها هوتات، ولكن هوتات بعض المرات راه تيكونوا مشاكل. راه حتى الا شريتي من عند لاجونس راه بعض المرات تيكونوا المشاكل، لان لاجونس ما غاتوريكش شي حوايج، ولكن في لاسطا كاينه لا بيريتسيا مكشوف فيها كلشي. حيط الا كان ماشي في بلاصتو كتلقاه مكشوف، تيطو الا كان من مصنوع من انترنت تلقاه مكشوف، تيديروا عليه واحد البحث كامل وتكتبوا له كلشي، يعني انت كتعرف شنو باغي تاخذ. تفهمنا الاخوان؟ تحياتي كيف العاده، بارطاجيو كي تعمل الفائده. كنتي اول مره غتشوف القناه ديالي، سمحوا لي كنغبر عليكم، ولكن الله المستعان. تحياتي الاخوان، كنتي اول مره تشوف القناه ديالي، بارطاجي ودير لايك وخلي لي الراي ديالك. بحال هاد الديور ديال 4000، وكون كان هي العماره زوينه ونقيه الانسان يغامر عليها ماشي مشكل، غيحط هذيك 4000 وغينساها حتى توصل وقيتها ويدير محامي ويخرجها. تشاو.